الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعين كل أحجرني أما بين كهد ليني وحيا لها مصيبوينك إيا دباتوينك ومدى كدعة وحيا لها لك قبحو إيا وحا إيدا وذيذ النقطو إن شاء الله تعالى. ما أنت وحي نكهد لنا إن إتاي وحي لها لغا قبحو مصائب تيدي باتوين كدعا أما لغا قاشان تو وحي لها سو صعدا إن إتاي وذا تشيغا إن أمد للا تشدو ددكا وحقرت كو ذا أهل الحل والعقد اللي لا دكوا وحنا حلا وحنا فرا يددك رأيك يترى ذا صاحبك إن لو ويدي يقول لك لا تشدو هديتا إني واتد عذي حلك يدي يسير لوغا بحلها إيا هديتا هاي من لغا بقر يوصو سعطوا إيا إنا لفضي سنين أما با الله يري سنين رأيك يترى ذا ددك وايو ترى لغو بدبادي اما وح صو صعدا لغا بدبادي اما مد شرطان لغا بغسدو ايا وح الله اركا ان قف بني ادمي ايا ددكا ومدى كمدا ان اي كسو بحضو لغا هيرو. قرآن كريم كا يسيرد النبي صلى الله عليه وسلم حوادث ايو قصص ايا كسوغا ارمها تلماما ايا إن شاء الله تعالى دور أيين كسو قادن دونا. قصة كوباد وقصة النبي الله سليمان إيه بقرد رهي الصبا إيه أي كت المامان علماء المقعيدة مفسرين تو بلقيس أي كت المامان مركي النبي الله سليمان وعيد مذي سيك حيسي قلبه وقيب كمدة تبقود أيي وحالده ذي أيج أيي ولا سعنا أيي حق الشنبرها مركو أيجي وكي هدود كام بالها جوجورا ليلة هذا وعي يسقون مركي ضمبة وكي وش أيجي مركاين ورآن هينن وهيا أمد مركا هل كان دجن سبا أروح دمر أي مركا مذا حط هاي ومركا وح وين هاي ستا وكي اوغا شاقي وان هو بنا اينا بولي مركا اينا درون شاقتا ايو ايا انكاري وكي مركا قرال ايا الرسالة وديبي اي دي مركا قارسي رسالة دي ايا قرال كي نبي الله سليمان وقري مركو بقرد دي قاري قصة ده هل كي نوغا تشيدنا وح ويا مركا بلدع داس iyo qoraalka soo gaaray iyo arrinka nabi ilaah suleyman kaga yimi boqortooyadeedii ee uu leeyahay marka ay iskibrinin ee marka soo raaco marka aniga ay soo raaco marka madaxnimadii iyo wixii noo dhamaalan ku soo faayliya bal sidii markaas ay u ciraajisay amaba ay u daweysay gabadhaasoo lagu tilmaamo gabadh caqli badan inay ahayd ayaynu insha allahu tacaala wax ka eegaynaayo qur'aanku inooga warrabay. إلهي وحاو الله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وحيت لما ضحي هاي دتك إن المدن كاهي فقارها إياها عندها ببوحيو وحي سوق علي والله يقول صوت وري كتابك هاي قرال كاقيمة عليه أوكي من سليمان أوكو سنية أوكو بلابنية بسم الله الرحمن الرحيم وحن الله يكون صغيرا قري يسكوك اي كبرنين و هاي سوينين وحن ايتمادان ايديكو هقان سنكاري ايوك صغيرا بركا وحي لا ذا هاي قال دي ايها الملا وافضوري في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون ارن كان ايجاد شواب او اي اشارة او كتلية
ما نهين مد قوسة أرن يترو إلا أحادرتان وقوبشو قتهين أرن هرمان قارج أرن دا كتالي يبيتين يعني واشورة دا يوضا تشيقا إيا أرن وين يمد مركي كتما دو إلا قوضا تشيقا وحي يقول نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أنه هدية إذا دقال نقطية وحسك علين لمن أولي دقال صاحي رما النهي أرنك إيات الذين أدقوا كويا لا دائق مركا وحد بالنفار أدقوا إيهالك أدين وجهين إيساء أدين ومضحه إيك بإلا دين دم يتنوح يتري إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وحيت البقرضو هداي دول صاق قران أي مقالين صاق قران يد ولد يما ملا يحوق يقصب أي كل صاق قران ويفس هذه أنا ويبابي أنا ويبربريان دد كذي مدن كهاي عز جي شرب درها من مذا هذا من مالقبين هذا من مكو ما على كلا هذا كوا أذ الله مرك اللي توم وحباهين أي كيلان وكذلك يفعلون وعليه المفسرين ذا إما ذا هذا الكائله إما وقمرك خاتك عيوين وكذلك يفعلون سياس أي سبيا بإلهين وحيت المرقى رنك لا أيان كدا يا يو ودا يبل وحى أشياء إنسان إن قد يبلغ أروج هدية ما نود ريا بل وحى نيجي يا مرقى قدت كه هدية ده نقول لي بي وحى إلا صار نقدان ده هدون ندو يدور يهينا ده هدية دي سايا وحي ساسو إن قد شوك سندورا ده هدي وهدية ده ديدنا ده وحى ويا وارن كراء برضو تاية لا بدس أيين كدينا معنى ذلك وحن يعني ذكرت سريا ما بقى يدو أي نجات المام يسا مدى القرآن كبين وشاقي إن مدى حدا لو قبا هي هاي وحا اللي يالي وحي أمدى كوي مادا إينا يكوى كالاتها شدا النقدان ورأي قو ذي يتلد وذي قوي دي مرقى رأي قوي يتلد اللي وي دي باتي وقو توصل نيدن اللي قاريا هديك رأو مرقى كالي ترين إيا أريقى تايدا ومبا يعني صحنا ينقطنا ده وحوى يسيد عالم الإسلام إن بضانه كمي دي داي كوة ده هلاك سبير اي كوة ده بابين سيبان نمانجي أسقراء حياة ده ومده هاو تلين چري إن ده ميل قارسيان ومده ده حضنا مركي دنباء إسلاو ده دمير يسمو ده هلاك سبير وحوى يواكالي تارين لماذا إيا أريقون با رأيي ورأييهي قصة ده اللباء ده أيضاً أيو صوق قادرين وقصة ده آتك وعجائبك يلايابك بدنين وقصة القرآن هو أحسن القصص وكت المامي قصين دي وقوانا أكسرين وقصة النبي الله يوسف قصة سؤال يلحاد الدير وحين نكسو قادرين أيضنا إرك همدا أي نكسو قادرين نبي الله يوسف مركين لحرين وحين نوشاق القرآن ودخل معه السجن فتيان تلك وحل لك رأي لبائنا أردن يراء أو المفسرين دو كشاجين شقاريه بقر كايه هينو من حق الرهاشين كأي مركا كوكي سبوها من حق الشراب كأي غمر كأي وحيرها أيو قابل صلاة دبيت اللبادي لن يرادا هبار هيو دي مدو حولي إني أراني عسر خمرا أرقو حريكو أركي أريقو خمري مركا ميرا يو دي عينب كي يوحي خمري يلقى السبيني يميرا يأياني ساركي كي كان نوحو يلي وحاني ساركي وريان كو أركي أريغو ومضحا كميس أمال لحوح كسي دا تاسو شمبرونا إكعون أيان نبينا بتأويله إننا نراك من المحسنين وحاد نوغور هانتا عبر رياضة سأيلا دا هي تفسير كذا نوغور وحان كو أرينا دادك المحسنين دا صبافرا إلا طاي دابا يتوحو وغور همي النبي الله يوسف إنه حتى راشينك الله صوّده يعشد الله صوّده إنت أن لو كان إنه وقوه رميه تهينا أرين داسي وحو إلهي براي علمي وكوك لديسي وحيارها وكوه ريب وكوه ربي إنه إلهي توحيد كيس يكل يال كيس أي تهيو راعيو رميي أو شركي وحيالي ومداسكو سنايين وكوه عدي
انت امركي ودمييي ايو دبيتنا الرياضي وقف اسرحوا لي يا صاحبي السجن لولي دي صاحبه جيلك واما احدكما فيسغي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل طير من راسي قضي الامر الذي فيه تستفتيان وعين مدكين بغر كيسي يا صاحب كيسي يا سيد كيسي ايو خمري يا شراب كي وسين تشري وسين دونا معناها وهو يا جيلك هو كبحي دونا يا شقدي سي ودبو المقون دونا اما ككرم يا isaga diliya dacs baa lagu qaadaya waa la daldalaya dabeetar marka la daldalay halka laga soo laalaadiyo ayay shimbiruhu dhuuqi doonaan ay madaxa ka cuni doonaan arrinkii ay weydiiseen ee weydiiseen waa xukuma saas ku dhamaaday halka markay maraysay وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين كي مركاو يقين صدي إنو بدباد يوش قديسي وكنا قندونو أي وحي كويلي ورمركا أدبحضو إياد شقادة دي كنا قوتو إياد سيد كاقي إيا مدحضة دي كنا قوتو نكي دلك أغسر رياد حكومة يعني أدو شغير إيسي وارنا ماشا كوحرانا هاي ونظلمي وكوحرانا هاي وشيك بوي هذه يقول لنا إن ددك بضان وچيرشا ليسكي قرو ليسكي إلا وافر بضان سادر هذه يتبيع لماذا وحي إلا دان قف قرصورة أمرك الله مقعابو إيه قبل أما ولاي الله مقعابو وحي ونكسي شقدي سينو چيلك كبلابو أو ددك حلان مساجين تا إيهو oo kiisaga xaq ku xidhnaa ee muddadii ka dhamaatay inuu sii daayo kay mudda uu harsan dahay uu daayo kii dulmi ku xidhan cidii xilatay markaa uu raadiyo idan jeelku waxa weeye meelaha mudan in laga warhayo dadka ku xidhan qofka u sareeya iyo cidii markaa dakhli iyo tara ku leeyba inay ka warhayso oo ummada halkaa laga ogaado waa arrin laga maarmaano markaa wuxuu yiri waxa laga yaabaa inaanu iba ogeyne deeyiran meesha dulmi ugu xiranahay u sheeg ninkii waa iska ilaaway inuu u sheego inuu yuusuf halkaa ku xiran inuu sheego waa iska ilaaway dabeetana ilaa 12 ama 7 sano ayuu nabi ilaah yuusuf jeelkii ku sii jiray ilaahay wuxuu qadaray sababtii uu nabi ilaah yuusuf lagu ogaan lahaa ee uu kagana soo bixi lahaa halkaa ninkii boqorka haba riyooday dabeetana wuxuu isugu yeedhay dee dadkii markaa ka agdhawaay buu isugu yeedhay inni araa sabca baqaraatin simaani yaakuluhunna sabcun cijaab wa sabca sumnulaatin khudri wa wakhara yaabisaad waxa uu ku riyooday oo wiidhiintu isugu yeedhay dee culimmadiisii iyo ciddii ka agdhawayd oo dhan wuxuu yidhi niyo waxaan ku riyooday 7 sac oo shilshilis oo 7 weyda ay cunayaan oo inah ka siiyeen waxa kaloon ku riyooday 7 saabuula oo cagaaran oo 7 qallalani ayagana intay isku duubeen ay cuneen yaa ayuhal mar wa aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun waradaba nimangan madaxdii mas'uuliyiintu riyada ay cabira oo fasira hadaatihi riyada ku cabira دبيتنا وحيدا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أن نقول رياضة أيان نقانا ينفسرنا وحن وا أضغاث أحلام وندد به وحمرك الشيطان وكوك أنا يو إصلح قلي وح الله وح بعراء الله ذا هي وح لقو فسرات وانا وحن اسمه ضعونا يا أن نقول مركا مقر النبي ده دي وح هذه يبغى وح يعني وح لفسره وح لقى شيء كمان ما بينه دبيت هلك أمرك أي مرة يسيب ninkii jeelka ka soo baxay ee nabiyullaahi yuusuf uu riyada u fasiray ee riyada u fasirayna sideedii noqotay ayaa xasuustay markaa nabiyullaahi yuusuf oo riyooyinka fasiri jiray iyo arrintii uu soo fartay ayuu xasuustay dabeetana waqaala alladii najaa minhumaa wadakara bacda umma ana unabbiikum bitaawiilihi faarsiluun dabeetana wuxuu yidhi walaana idinka waramayo riyada idin keenaya fasiraadeeda waridina buu yidhi waxay tusinaysaa jeelkaasi meel fog inuu ahaa had iyo goolaale jeelashana meelo fogo markaa imtixaaman baa laga dhigaa
meel fogo markaa de lagu ilaawayn waha ayuu tiray diray buu dabeetana waa la diray waa gaaray dabeetana nabiga yuusuf uu galay yuusuf ayuha as-siddiq wuxuu yuusuf uu rumbadanow waxaad nooga warantaa toddoba lo'a riyaa toddoba lo'a oo shiliis oo toddoba weyda ay cunayaan toddoba saabuul oo cagaaran oo toddoba kale oo angegani ay cunayaan waxaa laga yaabaa amaan u dhaway inaan dadkii ku noqdo dee markaad u fasirto fadligaaga iyo qiimahaagi arrinkaaga ay ogaadaane taasaanu kaa doonaynaa bal hadda waxaad u fiirsataa walaalayaal nabiyullaahi yuusuf oo dulmi lagu xidhay iyo gardarro jeelka intaa ku jiray haddana wax uurxumo ah iyo wax cuqdada iyo wax cadaawada midnaba ummaddiisa uma hayo ninkii uu fariinta dirsaday toddoba sano ama labiyo toban sano ka hor canaankagabuu qaadqaadina war maxaad iga soo doonaysa miyaanan xilligaa ku faranin inaad ii sheegto tag ma odhanin oo muu soo eriyin isla markiiba riyadii intuu fasiray ayuu weliba taladii iyo wixii lagu badbaadayeyna isaga oo jeelkii ku jira ayuu soo bixiyey horta ma laysoo daynayaa moodhay horta dee halaysii daayo anaa fasiri doono waxaan anaa aqaanoo ilaahay baraye isii daayo halaysida dibadda halay dhiga ma odhanin bartaa isagoo ku jira ayuu riyadii soo fasiray weliba taladii ummaddu ay ku badbaadaysana uu soo raaciyey sidaasaa markaa dadka muslixiinta ee dacwadda iyo wanaagga iyo ummadda talada u haya laga doonayaa mar kastaba inay xiqdiga iyo uurxumada iska ilaaliyaano ay ummadda markaa markaasaba dantooda iyo wanaaggooda ay ka taliyaan dadka madaxda ee madaxda rasmiga ee adduun iyo aakhiraba taladooda lagu badbaadayaana waa madaxda noocaas ee madaxda markaa xiqdiga iyo xumaanta uurka u jiifto maaha dabeetana wuxuu ihi tazracuuna sabca siniina da'aban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima taakuluun wuxuu yidhi waxaa soo socda toddoba sannadood oo barwaaqo ah waxa ka dambeeya toddoba sannadood oo abaaraba ka dambeeya waxa lagaga badbaadayaana waxa weeye toddobadaa dambe ee abaarta ah toddobadan sare ee barwaaqada ah in kayd iyo dhigaal la sii samaysto markaa wuxuu ihi waxa beertaan toddobadaa sannadood si xidhiidha wuxu beera buu yidhi wixii idiin baxa ee halkaasi raashine a goosataanna saabuulkiisa ku daayo oo halkaa dhiga wax yaroo a cunaysaan mooye inaad yaariya inta kaloo dhan isagoo saabuulkiisa ku jira si aan u xumaanin halkaa dhigta intaa kadib waxaa iman doonaa toddoba sannadood oo daran oo abaaroo yaakulna maa qadamtum lahun cuni doona bimacanaa idinku dee aad cuni doontaan oo ku badbaadi doontaan wixii aa horumarsateen dee wax yaroo markaa shinniyo abuur ka dhiganaysaan mooyaane intaa kadibna afar iyo tobankaa dabadoodna waxaa iman doona sannad barwaaqo ah oo markaa dadka ilaahay markaa roob iyo qays iyo gargaar fiican uu siiyo ay markaana dee casiirkooda iska shiitaan iyo waxooda riyadii buu fasiray isla markaa taladii lagaga baxayeyna waa uu raaciyey oo ah inay ummaddu isku tashato inay kayd dhigato inay wax beerato innaga imika mushkiladayna haysataa saddex bilood ama afar bilood ayaynu roob iyo ka cabanaynaa biyo meel walba marayaa saddexda bilood ee ku xigana abaar iyo biyola-aan iyo qaylo ayaynu afka kala qaadaynaa waa qorsho-la-aan iyo tayola-aanta yacnii aanay ummaddaasi iyo madaxdoodu midnaba aanay lahayn nin carab ahoo dhakhtaraba maalin wuxuu igu yidhi intaan ilmo yar u geyn meelo badan baan ka sheegay runtii arrintaa wuxuu igu yidhi nin masriya buu ahaa markaan wixii aan u socday aan dhammaysanay baa wuxuu igu yidhi sheekh waxaan ku weydiiyey cirka muxuu ilaahay berriga ugu shubaa ayuu badda ugu shubi waayey intaanan uga jawaabin ayuu wuxuu igu yidhi ilaahay wuu awoodayay daruurta inuu badda dul geeyo halkan berrigan wuxuu ugu shubayaa buu yidhi in laga faa'idaysto oo biyahaa la xidho oo la kaydaysto oo wax lagu beerto idinku dadkiina halkan dhulkan degan haddaad tiin buu yidhi roobka ilaahay idin siiya sannadkii heshaani caalam alislaam in badan oo ka mid ima hesho
haddana waxba kama qabsataan halku ilaahay ka soo duway dooxiyada sunbay raacana badi ilaahay ka soo duwan bay dib ugu noqdaan buuri idin furad dabeytana muddo yar kadib raadiyaa kuma kala qaadaan buu maxaa biyahan wuxuu uga qabsan weydeene dalka uga shaqaysan weydeen bay guuyid de waxaan ku dhahay ummadana waa ummad reer miyi ah oo nin waliba xayndiisa yar iyo yuu iska watay madaxdina ilaahay ma waafajinin inay markaa ummadda u soo jeediyaan ama wax u qabtaan ilaahayagana ma waafajinin waa dhibaato ina haysato oo cid waliba ayna arkayso dhulka aynu haysanay iyo barwaaqada aynu haysanay si aynu uga faa'iideysanaynin halkaa markay maraysay adigu nabiyullaahi yuusuf dabeetana inuu jeelkii laga soo saaraa baa la doonay wuxuu yidhi jeelkii kama soo baxayo bal horta dumarkii gacmaha jartaray iyo qisadii markaa dee lagu wanjalay ee jeelka lagu soo geliyey buu yidhi hala raadiyo tiibaa markaa caddaatay ilaa gabadhii boqorka ee masabiday ayaa tidhi aniga ayaa ninkan daba ordayey wax dhibaataa muu samaynin way ka wada markaceen markii ciddigiisi iyo sharabdiisii markaa uu beri yeelay ayuu dabeetana ka soo baxay dabeetana boqorkii baa yidhi tuunii bihi astakhlisu linafsii ii keena buu yidhi aan la taliyo iyo mid khaasahoo aniga iyo dhinac fadhiya aan ka yeeshay ii keena buu falamaa kallamahu markii uu la hadlay dabeetane loo keenay nabiyullaahi yuusuf uu la hadlay ee dee talada iyo qiimaha iyo naxariista iyo wanaagga ku jira uu arkay ayaa wuxuu yidhi innaka alyowma ladaynaa makiinun amiin adugu maanta laga bilaabo agteeda waxaa tahay makaano iyo qiimo mid ku leh oo aaminahoona aaminay baa tahay siyaasaa loo baahan yahay madaxdu inay dadka waxtarka dadka waxgaranaya dadka aqoonta leh dadka turidda leh dadka allakacabsiga leh inay soo dhoweysaan nacamlayaashii guulwadayaasha sacaba inay wax kale yacni waad saxnan tahay hadduu jahanamo ku dhacayo mooyaan wax kale odhaynin kuwa iyo inaanay soo dhoweysanin weeye madaxda ilaahay kuwaas yana waa bidaara saalixo qofkaasi uu badbaada laakiin qofka guulwadayaal un urursadaa wuu jabaa dabeetana nabiyullaahi yuusuf wuxuu yihi ijcalnii calaa khazaa'in alardi inii xafiidun caliim markii uu dee halkaa makaanadii iyo ammaanadiiba uu halkaa ka helay taladii markaa uu soo jeediyey wuxuu damcay inuu isagu ficil ahaanna ku fuliyo wuxuu yihi ijcalnii calaa khazaa'in alardi khasnadaha dhulka ama waxaynu odhan karnaa maanta wasaaradda maaliyadda aniga igu wareeji buu yidhi markaa CV-giisi iyo shaqadaa wixii uu ku mutayna wuu sheegay innii xafiidun caliim buu yidhi horta waxaan ahay mid ilaalinaya oo tuug fadhataysanaya oo meelo ka dhiganaya ma ihi isla markaa caliim baan ahayo sida wax loo soo saaro iyo sida wax kharashka loo bixiyo iyo sida dakhliga iyo kharashka laysugu dheeli tiro mid garanaya ayaan ahay idan halkaa waxaynu ka arkaynaa arrimaha dhacay iyo waxa jira cidda markaa u aqoonta leh cidda aaminkaa cidday ummaddu aaminsan tahay cidda aanay ummaddu ka disarayn in markaa talada loo daayo gacanta loo geliyo markaasaa la badbaadaya haddii kaleoo mid khayr beela gacanta loo geliyo jabkii hore jabka daran baa dhacaya qisada labaad ee ayana siirada ku sugani iyo kutubulmakaasi ku sugan waxa weeye markii qoladii ama ghaswatu alaxzaab ay gaaladiisa soo bahaysatee yuhuuddu ay soo ururiyeen ee dhinac walba carabi isaga timee quraysh ee dhinac walba madiine laysaga yimi rasuulkii saxaabadii lana doonay in lasoo dabar jaro ee lasoo dul degay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii ayuu la tashaday uu isugu yeeray sidii magaalada loo difaaci lahaa laysagana celin lahaa nimankaa mushrikiinta iyo gaaladaysa soo bahaysay ayuu taladeedii weydiiyey saxaabigii weynaa ee salmaan alfarisi waa si ay si yarku sheegeen yani culimmadan markay xadiidku way daciifiyaan riwaayaadkaasi ayaa wuxuu ishaarayuu tilmaamay in qaybtaa waqooyi qaybahan kale buuraha kaga ayaa madiine ka xigay laakiin qaybtaa waqooyi ee laga soo gelayo in khandaq iyo god weyn laga qodo waxaanu yidhi annagu ardu faris markaanu dhulka faris aanu ku sugnayn marka nala hareereeyo xisaar iyo iswaaskuwaar nala geliyo nala godoomiyo khandaq baanu annaguna sii samaysan jirnay rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisiba taas ayay waafaqeen khudadaa markaa cajiibka ee aan carab lagu aqoonay halkaa lagala yimi tiibaana ilaahay uu ku badbaadiyey
oo inay soo hujubaan ama ay soo ixtiyaaxaan ay soo jiidaan ilaahay kaga joojiyay nasrigiisa iyo ciidamadiisa kale taasina waa qiso la tashu nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa sameeyay xaaladu markay ku adkaatay wabaraqatil qulubul hanaajir ee halka ay wadnuhu soo gaaray nabi maxamed kaliigi talin ma sabaynin bal saxaabadii bay isugu yeeray raayigii salmaan al-farisi ayaana la qaatay oo lagu badbaaday qisada afraad ee aan ku soo gabagabaynaya waxa weeye dagaalkii badar markii loo baxay dagaalkaasoo isagana runtii dee xagga hubka iyo tiradaba aan isu dheelitirnayn nabigu sallallahu calayhi wasalam biyihii yaraaye ugu sokeeyey ee badar markuu gaaray ayuu degay nin saxaabiya xabaab almundir la yidhaahdo ayaa wuxuu yahay rasuul allah halkan aan degnay ma waxyi baynu ku degnay oo ilaahay bayna dejiyo ili halkaa dega hadduu ilaahayna dejiyey horena uga dhaqaaqmayna dibna uga dhaqaaqmayna mise tala dagaalun baad halkan inagu dejisay wuxuu ihi maya tala dagaalun baynu ku degnay haddee wuxuu ihi haada laysa bimanzil halkani haddaba meel la dego dagaalna lagu galo haddii lagu galana guul laga gaarayo ma ahe halkan ina kici dhaqaaji muslimiinta halka biyo ugu xigta nimanka gaalada ah ayaynu degaynaa waxa liyaaliya wixii kale ceelale eryada ka dhowna waynu wada burburinaynaa dabeeta waynu isqabsanaynaa gaaladii wanaxnu nashrabu lmaa walaa yashrabuun innagoo inagu biyihii ka fadhinoo haysanaa ayaguna ay bilaabiye yihiin sidaasaynu markaa kaga guulaysanaynaa sidii baa nebi maxamed sala allahu alay sl halkii ku tegey oo markaa nimankii gaalada ahaana ayagoo markaa tiradoodii hubkooduba badnaa waxa weeye lagaga guulaystay afartaa qiso waxaynu soo qaadanaynaa wax kastoo ummadda ku yimaada iyo wixii ku imanayaba waxa laga maarmaana in tala iyo wadatashi iyo isugu imaatin laga yeesho weliba cidda ay saaran tahay waa cidda markaa talada iyo madaxnimada haysa inay wixii dhacay tiraahdo dadka hareeraha ka soo fadhiista dabeetana sidaynu xal uga gaadhnaa xal markaa lagu midaysan yahay laga gaadho cidda ugu mudanna yacnii hawshaa loo daba fadhiisto loo daayo oo markaa cid waloo hadday golayaal tahay iyo hadday ixsaabta iyo dhammaan arrimaha dhacay in laysaga yimaado oo buuqa iyo khilaafka iyo muranka runtii dadka dhibaatadu gaadhay dushooda lagu murmayo in markaa la yareeyo oo laga baxay ayaan soo jeedinaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa khalkhalkiiyo khilaafka inuu naga saaro ilaahay waxaan weydiisanaynaa kuwa midaho meel wada jeedo dhibkaasoo ka baxana midnimo iyo wadajir kaga baxa ilaahay inuu naga yeelo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu